بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثقل الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر احفظه الله. من آداب الدعاء مما ينبغي للمسلم تجنبه في دعائه تكلف السجع في الدعاء وتكلف صنعة الكلام له. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الدعوات من صحيحه باب ما يكره من السجع في الدعاء، ثم ساق بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، حدث الناس كل جمعة مرة، فإذا أبيت فمرتين، فإن أكثر فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن. ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن انصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. وانظر السجع من الدعاء واجتنبه، فإني أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. والسجع هو الكلام المقفى من غير مراعاة الوزن وتكلف، ذلك في الدعاء أمر مكروه لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. قال الأزهري رحمه الله: وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهنة كما في قصة المرأة من هذيل، يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهم الأخرى بحجر فقتلتها ما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وورث ولدها ومن معهم. وقال حمله ابن نابغ الهزلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل؟ ومثل ذلك يطل أي أحد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ولذا عد بعض أهل العلم تكلف السجع في الدعاء في جملة موانع الإجابة. قال القرطبي رحمه الله: ومنها أن يدعو بما ليس من الكتاب والسنة، فيتخيل ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة وقد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعل شعاره ويترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما يمنع من استجابة الدعاء السجع المزموم هو المتكلف الذي يجتهد صاحبه بتصنعه ويشغله ذلك عن الإخلاص والخشوع ويليه عن الضراعة والافتقار. وأما إن وجد وحصل بلا تصنع ولا تكلف من غير قصد إليه فلا بأس به. قال السفاريني رحمه الله: ولا يتكلف السجع في الدعاء، فإنه يشغل القلب ويذهب الخشوع، وإن دعا بدعوات محفوظة معه له أو لغيره من غير تكلف السجع فليس بممنوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث ابن عباس متقدم في ذم السجع في الدعاء: ولا يرد على ذلك ما وقع في الحديث الصحيح، لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام كقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد منزل الكتاب وسريع الحساب هازم، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، وكقوله صدق وعده وعز جنده الحديث، وكقوله أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع، وكلها صحيحة. وينبغي للداعي أن يتجنب اللحن في الدعاء، ولا سيما إذا كان اللحن محيلا
محيلا للمعنى مخلا لابن المقصود مفسدا للمراد. عند الإعراب عماد الكلام وبه يستقيم المعنى وبعدمه يختل ويفسد. ربما انقلب المعنى باللحن إلى معنى باطل أو دعاء محرم أو نحو ذلك. لهذا قال ابن أبو عثمان المازني لبعض تلاميذه: عليك بالنحو، فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل ففوه. قال الله عز وجل لعيسى: إني ولدتك، قالوا: إني ولدتك، فكفروا. إني ولدتك، وقالوا: إني ولدتك، فكفروا. ويذكر الأصمعي أنه مر برجل يقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام. قال له: ما اسمك؟ قال: ليس. وإنشا يقول: ينادي ربه باللحن ليس. لذلك إذا دعاه لا يجيبه. ولهذا ينبغي على الداعي تجنب اللحن في الدعاء إذا كان مستطيعا لذلك قادرا عليه، وإلا فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل دعا دعاء ملحونا، فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء ملحون. فأجاب رحمه الله بما نصه: من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة، ولما كان عليه السلف. أما من دعا الله مخلصا له الدين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاءه سواء كان معربا أو ملحونا. والكلام المذكور لا أصل له، بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب فإنه أن لا يتكلف الإعراب. قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع، وكما وهذا ما يكره تكلف السجع في الدعاء. فإذا وقع بغير تكلف لا بأس به، فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب، ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانية أضعف توجه قلبه. ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء لا يفتح عليه لا يحضره من قبل. وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. والدعاء يجوز بالعربية بغير العربية، والله سبحانه ويعلم قصد الداعي من أمراده. وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات. ولا يجوز للمسلم أن يتحرى في دعائه أنغاما معينة أو تكلفات في الإيداء في الأداء، أو انخفض أو رفع أو تطريب أو ترجيع أو نحو ذلك، مما يسميه البعض في زماننا ابتهالات ويجعل له إيداء أداء معينا شبيها بالتغني. فمثل هذا لا يجوز، لأن مقام الدعاء مقام الطلب وإظهار حاجة وخشوع وتضرع إلى الله، وليس مقام تغني، وهو مقام خضوع وعبودية، وليس مقام إظهار للصناعة النغمية، وهو مقام ذل وخضوع وإيمان، وليس مقام شغل للخواطر تنميخ الإداء وإقامة الأوزان. والله وحده الهادي الموفق وهو المستعان، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام، الحمد لله، الصلاة والسلام على الأكمل خير خلاه وله وصحبه وما له وعد. هذا يجلس في فقه الأدبية الشيخ عبد الرزاق بن سموح عبد، ولا يتكلم عن أبي الدعاء. الصوت في تقطيع يا شيخ. شيخنا الصوت في تقطيع، الله يسلمكم. جيد إن شاء الله يكون أفضل شوية.
هاي مشايخ كده أفضل شيء. طيب الحمد لله. إن وجدتم أي ملاحظة أخبروني. أحسن الله إليكم. الله يسلمك وبارك فيك، جزاكم الله خير. وياكم. فبالنسبة للفظة التي هي فقضى بغرة عبد أو أمى، نأتي لهذا الحديث أيها الكرام الفضلاء، وهذا الحديث رواه مسلم وغيره، رواه مسلم في كتاب القسامة بفتح القاف والمحاربين والقصاص والديات أو والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه الخطأ. ثم ساق الحديث عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في جنين امرأة من بني لحيان بفتح اللام سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، وأن العقل على عصبتها. هذا الحديث أيها الكرام الفضلاء، الشيطان عدو للإنسان، والغضب هو عبارة عن الملعب الذي يلعب فيه إبليس وجنوده، ينفخ في الغاضب حتى يخرجه عن الطباع البشرية إلى الطباع البهيمية، فيدفعه إلى ارتكاب الأمور الخطيرة والعنيفة. ولذلك نحن تكلمنا في مجالس ماضية عن كيفية علاج الغضب، أن الإنسان يستعيذ بالله كما جاء في الحديث، إذا كان جالس واقفا فليجلس، إذا كان جالس فليضطجع، يقوم يتوضأ، يصلي ركعتين. كل هذا لأن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار. فحدث أيها الكرام الفضلاء هذا الغضب، هذا إذا كان بين الرجال، فما بالك إذا كان بين امرأتين ناقصتي عقل ودين، وفي الوقت نفسه هما ضرتان. الله أكبر، توقع هذا الكلام. يعني المرأة التي ضربت صاحبتها وهي حامل وموتت الجنين في بطنها، هما زوجتان لرجل واحد، هما ضرتان، يعني زوجتان لرجل واحد، فكل واحدة منهما ترى أن الأخرى تريد أن تضر بصاحبتها، لذلك سميت الضرة ضرة، لأن كل واحدة تريد الإضرار بالثانية، لذلك سميت الضرة الضرة ضرة. ولقد حكي أيها الكرام الفضلاء في نوادر العرب أن رجلا قال لامرأته أريد أن أتزوج، قالت لا حرج، تزوج وخذ الغرفة الثانية هنا في بيتي ولا تذهب عنا بعيدا. قال فذهب الرجل وأتى بجرة ثم زينها ووضع عليها غطاء وكساء، ثم قال للزوجة أنا أتيت بزوجة الثانية وأخرج الآن، آتي بالعشاء وأرجع. فدخلت الزوجة سبحان الله، لما أتى الزوج وإذا بها تبكي، الزوجة الأولى تبكي بكاء مرا حارا شديدا. قال ما بك يا امرأة؟ قالت زوجتك الثانية فعلت بي وكذا وقطعت شعري وضربتني. قال ائتيني بالعصا. قالت له خذ الآن. قال لا أدخل أنا أنتقم لك منها هذه. قال فإذا به ينزل بالعصا فيهشم، فإذا هي جرة. قال أرأيتي؟ قالت لا تلمني، فإن الضرة مرة وإن كانت جرة، فإن الضرة مرة وإن كانت جرة. هذه القصة توضح لك مدى ما يكون في قلوب الضرات من بعضهن البعض. فهذه اللي ضربت صاحبته حامل، هذه هما زوجتان لرجل واحد، لكن تريد أن تمنع الخير عنها، فالشيطان يجد إليهن سبيلا. كيف وإن أصلا هي المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فما بالك إذا كانت ضرتين في فسطاطين متجاورين يفصل بينهما فاصل من قماش الخيام، تتراميان بالكلام ثم بالسباب والشتائم، ثم تخرج المرأة الخالية أو إلى المرأة الحامل فترميها بحجر فيصيب بطنها، فترد بالتهديد والوعيد، فتنثني عليها بعود الخيمة وتضربها في بطنها، فتصرخ وتستغيث،
وما هي إلا ساعات حتى ينزل الدم والحمل والمرأة تئن وتتوجع مما بها من آلام ويرفع الأمر إلى العدنان عليه الصلاة والسلام فيحكم على الضاربة بعبد أو أمة تدفع للمضروبة دية لجنينها. عرفتم الآن؟ هذا المقصود أنها غرة عبد أو أمة، يعني إذا مات الجنين في البطن ديته اللي هي تعتبر غرة عبد أو أمة، يعني عبد أو أمة. وقيل بالغرة لأن الغرة موطن الناصية، يبعثون يوم القيامة غرا محجرين من آثار، فهذا كناية عن الشخص لما تكلم عن أعلى شيء فيه وهو ماذا؟ وهو الغرة. وهي تعادل الآن 5% من قيمة الدية، يعني لو الدية 300 ألف مثلا نأخذ إحنا 5% في 300 ألف، شوف كم تساوي إخواننا اللي في الحساب، الحساب يفهمون هذا، فتكون هذه هي دية ماذا؟ هي دية الجنين، هتكون هذه يعني حوالي 15 ألف تقريبا، هذه هي دية الجنين. ثم سبحان الله، قالوا يا رسول الله كيف ندفع لحمل لم يأكل ولم يشرب ولم يصرخ ولم نسمع له صوتا؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا حكم الله ودعونا من السجع الذي تقولون. هذا وجه الدلالة التي أتى بها المصنف في هذا الحديث، لما قالوا كيف تدفع دية لحمل لم يأكل ولم يشرب ولم يصرخ ولم نسمع له صوتا، فقال دعونا من السجع الذي تقولون. ثم بعد ذلك ما نشبت المرأة الضاربة أن تموت. الله أكبر، لا إله إلا الله، يعني ما تمتعت بحياتها في شيء، لتعلم أن قدر الله عز وجل نافذ أيها المباركون، ولتعلم أن العداوة التي تخرج منك أخي الحبيب لا تقدم شيئا ولا تؤخر، وإنما هي سيئات في موازينك وسيئات في السجلات. لا إله إلا الله، عبرة عظيمة. الضرة أرادت أن تضرب المرأة الثانية لكي تؤذيها في جنينها، فتظفر بأنها لا تحمل لزوجها فلا تكون عنده محظية، ثم لا تنشب الضاربة أن تلقى الله عز وجل وأن تموت سبحان الله. وبعد قليل تموت المرأة متأثرة بالضربة التي أصابتها، ويعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدية على عصبة القاتلة، أما المقتولة فيرثها زوجها وأولادها. لا إله إلا الله. وطبعا هما مرأتان من هذيل، هما مرأتان من هذيل من بني لحيان بفتح اللام. فشو انظر يا أخي سبحان الله، ضربت المرأة فقتلت جنينها راح الصوت يا شيخ. شيخنا ثلاثة هي شيخنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. راح الصوت من عنده، ضربت المرأة ونزلت جنينها من هنا من ضربتها ونزلت جنينها. أيوة شيخ. طيب، فلما ضربت المرأة وأنزلت جنينها فهنا اختصموا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن فيها غرة عبد أو أمة. غرة عبد أو أمة، إيه معنى غرة عبد أو أمة؟ يعني دية العبد أو الأمة، أو قيمة العبد أو الأمة، اللي تعادل يعني الآن يعني 5% من قيمة الدية. فلو قلنا أن الدية 300 لو قلنا أن الدية 300 ألف، فخمسة في المية يعني خمسة يعني قرابة 15 يا شيخ. ألو، 15 يا شيخ، 15 ألفا. أيها الكرام الفضلاء، نعم 15 ألفا، اللي هو 1/20 من قيمة الدية. ثم هم وجه الدلالة التي أتى بها المصنف هنا، لأنهم هم قالوا له يا رسول الله كيف ندفع دية لحمل لم يأكل ولم يشرب ولم يصرخ ولم نسمع له صوتا؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعونا من السجع الذي تقولون، دعونا من السجع الذي تقولون. ثم بعد ذلك المصنف وفق الله وإياه تكلم على مسألة السجع في الدعاء المتكلم،
وهذا الذي نراه من بعض الأئمة في رمضان يتكلفون في السجع في الدعاء، كل هذا من الأمور المكروهة أيها الكرام الفضلاء التي كرهها أهل العلم في هذا الباب. وعلى المسلم أن يعني في دعائه أن يتقيد بما ورد عن رسول الله وأن صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن السجع المتكلف في باب الدعاء. وأيضا ينبغي للإنسان أن يكون ملما بالنحو أيها الكرام الفضلاء. ولذلك الإنسان كما قال أهل العلم إن بني إسرائيل كفرت في حرف واحد، وهو أنه لما قال يا عيسى ولدتك يعني أخرجتك. ولذلك كلاما جميلا من تعلم النحو أيها الكرام الفضلاء رق طبعه. ويصيام الشافعي رحمه الله مما يقولون من هذا الكلام الذي نسب للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، احفظ هذا الكلام الجميل الجليل أيها الكرام الفضلاء، لأن فيه فوائد وفيه أمور جليلة نحن نحتاج إليها إن شاء الله عز وجل لنعلم ما نحن فيه من البركة وما نحن فيه من الخير. فقال عن الربيع بن سليمان، طبعا هذا تلميذ الشافعي واللي كمان حضر وفاة الشافعي، قال لي الشافعي يا ربيع رضا كل الناس غاية لا تدرك، فعليك بما يصلحك فالزمه فإنه لا سبيل إلى رضاهم. واعلم أن من تعلم القرآن جل في عيون الناس، ومن تعلم الحديث قويت حجتهم، ومن تعلم النحو هيبة يعني الناس تخاف، ومن تعلم العربية ترقى طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، وملاك ذلك كله التقوى، وملاك ذلك كله التقوى، ذكره ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة، وكذلك الإمام أبي نعيم في كتاب الحلية. وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الشيخ، مبارك الله فيكم. جزاكم الله خير الشيخ، وفيكم بارك. وحلى جاهز؟ جاهز يا عم، تفضل استيدي. بسم الله، جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمستمعين أجمعين. كتاب فقه الأسماء الحسنى تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله. اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من وقد وردت جزاك الله خير وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وخير ما تفسر به هذه الأسماء الحسنى ويبين به معناها ما ورد في السنة النبوية في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذه الأسماء، مناجاة تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم رب السماوات والأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر يا رب آمين. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفي ما يناقضه، وهذا أعلى درجة البيان. ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب تبارك وتعالى بخلقه، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطته أوليته وآخرته بالقبل والبعد والبع والبعد،
فكل سابق انتهى والبعد فكل سابق انتهى إلى أوليته أوليته وكل آخر انتهى إلى أوليته. جزاك الله خير. فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته. فأوليته على أولية كل شيء وآخرته سبحانه بقاه بعد كل شيء. فأحاطت أوليته وآخرته بالأوائل والأواخر. فما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فهو جل وعلا الأول فليس شيء قبله، والآخر فليس شيء بعده. وهذه إحاطة زمانية. وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهرته وباطنته بكل شيء وباطن. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فعلى كل حال شيء بظهوره فهو العلي الأعلى الذي ليس شيء فوقه. استوى على عرشه المجيد، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوق العرش. فظاهريته سبحانه هي فوقيته وعلوه على كل شيء، ودنا من كل شيء ببطونه، فبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. فهو يدل على كمال إطلاعه على السرائر والخفايا ودقائق الأشياء وخبايا الأمور، كما يدل على كمال قربه ودنوه. فمع علوه على عرشه فهو قريب من خلقه، محيط بهم. فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. وإذا عرف المسلم هذا الأسماء العظيمة وعرف ما تدل عليه من الكمال والعظمة والإحاطة وجب عليه أن يعامل كل اسم بما يقتديه من ذل وعبودية. فمعرفة أولية الله لكل شيء وصبغ بالفضل والإحسان لأسباب كلها تقتضي إفراده وحده بالذل والالتجاء وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على سواه، وتقتضي التجرد من التعلق بالأسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الإمداد ومنه الإعداد. وفضله سابق على الوسائل والأسباب. ومعرفة آخريته الله تقتضي أن يجعل وحده غاية البعد التي لا غاية له ولا مطلوب له وراءه. إليه وحده المنتهى وليس وراءه مرمى ولا بعده مقصد. وتقتضي عدم الركون للأسباب ولا بعده مقصد وتقتضي عدم الركون للأسباب، فإنها تنعدم لا محالة وتقتضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي بعدها. فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت والباقي الذي لا يزول. ومعرفة ظاهريته وأنه فوق عباده يدبر أمورهم وتصعد إليه أعمالهم تقتضي حسن توجه القلب إليه، وتمام الذل بين يديه، والخضوع لجنابه وعظمته، والضراعة إليه وحده دون سواه. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأما من لا يؤمن بظاهرية الله وعلوه فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها، ولا معبود يتوجه إليه قصده. ومعرفة باطنته سبحانه وشهود إحاطته بالعوالم وقربه من العبيد وعلمه بالبواطن والسرائر والخفايا تقتضي تزكية النفس وإصلاح السريرة وتطهير الباطن وتنقية القلب وعمارته بالإيمان والتقي والتقى. ففي هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له، كما إن فيها طمعا للوساوس المهلكة والشكوك المردية
التي يلقيها الشيطان في قلب المردية. المردية يعني المهلكة. جزاك الله خير. الحقوق المردية التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان بغية إهلاكه وصرفه عن الإيمان. روي أبو داود في سننه روى أبو داود في سننه بإسناد جيد عن ابنه عن أبي زمي سماك بن الوليد قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من الشك؟ قال وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فأرشد رضي الله عنه إلى الذكر الحكيم لطرد الوساوس وقطع الشكوك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. وهذه قراءة في فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق العباد، ونحن مع أربعة أسماء وردت مرة واحدة في آية واحدة من آية الذكر الحكيم، هي الآية الثالثة في سورة الحديد. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وورد بعد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سنذكره في وقته، مبينين فقهه ومتى يقال أيها الكرام الفضلاء، والقصة التي وردت فيه. هذه الأسماء أيها المباركون فسرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفسيرا كاملا واضحا من حديث سهيل بن سعد أنه قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ففسر النبي، وهذا من تفسير القرآن بالسنة والسنة بالسنة، ففسر كل اسم بكل معناه صلى الله عليه وسلم، ونفى عنه ما يضاده وينافيه. فمهما قدر المقدرون وفرض الفارضون من الأوقات السابقة المتسلسلة إلى غير نهاية، فالله قبل ذلك، وكل وقت لاحق مهما قدر وفرض ومهما قدر وفرض الله بعد ذلك. انتهى من كلام الشيخ السعدي في توضيح الكافية الشافية. قال ابن جرير في تفسيره في معنى الأول: قبل كل شيء بغير حد، هو الأول بلا ابتداء، والآخر بعد كل شيء بغير نهاية، فهو الآخر بلا انتهاء. وإنما قيل ذلك كذلك لأنه كان ولا شيء موجودا سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. أما ما قالته المغنية في أغنيتها التي هي تخالف الشريعة ويغنيها المسلمون ولا يفهمون ما فيها من مخالفة الشرع، لما قالت: وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. قلنا لها: يا هذه، لا يبقى أنين ناي ولا يبقى ناي أصلا، لا يبقى إلا الله تبارك وتعالى بعد فناء الوجود. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال الزجاج أيها الكرام الفضلاء في كتابه تفسير الأسماء: الأول هو موضوع التقدم والسابق، ومعنى وصفنا الله تعالى بأنه أول هو متقدم للحوادث، يعني ليس شيئا قبل، وكل ما بعده حادث تبارك وتعالى، فالأشياء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أنت الأول فليس قبلك
فليس قبلك شيء. وسنأتي لذكر هذا الدعاء وهو رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء: الأول هو السابق للأشياء كلها، الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق، فاستحق الأولية إذ كان موجودا ولا شيء قبله ولا معه. قال الحليمي في رحمه الله في المنهاج ونقله البيهقي في الأسماء: الأول الذي لا قبل له، والآخر هو الذي لا بعد له. وهذا لأن قبل وبعد نهايتان، لما نقول قبل الساعة الخامسة وبعد الساعة السادسة هذه تسمى نهايات الأشياء، فقبل تعتبر نهاية الموجود من قبل ابتدائه، وبعد غايته من قبل انتهائه. فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن للموجود قبل ولا بعد، فكان هو الأول والآخر تبارك وتعالى. قال البيهقي رحمه الله في الاعتقاد: الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده. قال الزجاج في تفسير الأسماء: الآخر هي المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها، معنى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء: الآخر هو الباقي بعد فناء الخلق، وليس معنى الآخر يعني ما له، كما ليس معنى الأول ما له الابتداء، فهو الأول والآخر وليس لكونه أول ولا آخر. قال البيهقي في الاعتقاد: الآخر هو الذي لا انتهاء لوجوده. قال السعدي رحمه الله في الحق الواضح المبين له: فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب العبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ المسبب لها هو الله تبارك وتعالى. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره في تفسير سورة الحديد هذه الآية: والظاهر هو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء أعلى منه. يعني لو شفت قمة إفرست، الله أعلى تبارك وتعالى، ولذلك من أسمائه ويقول ابن القيم رحمه الله في اسم الله الظاهر: لوازم هذا الاسم يا أخواني، إيش من لوازم هذا الاسم؟ قالوا: من لوازم هذا الاسم ألا يكون فوقه شيء تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث، حديث رواه مسلم اللي مر معنا، حديث سهيل بن سعد: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ولذلك من يجحد هذا يعتبر والعياذ بالله من الخارجين من الملة. ولذلك من يقول أن الظاهر هو من له فوقية القدر فقط نقول غلط، بل الله عز وجل له فوقية الذات وفوقية القدر تبارك وتعالى. والباطن هو الذي ليس دونه شيء، كما قابل الأول الذي ليس قبله شيء بالآخر الذي ليس بعده شيء. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره للأسماء الحسنى: والظاهر يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات، ويدل أيضا على علوه تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ابن جرير الطبري: هذا معنى الباطن، يقول وهو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه. قال الزجاج: الباطن العالم بكل بواطن الأشياء، ولذلك يقولون: بطنت فلانا وخبرته، إذا عرفت باطنه وظاهره. والله تبارك وتعالى عارف بالبواطن والظواهر لكل شيء تبارك وتعالى، فهو الظاهر وهو الباطن. قال الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء: الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق لا تدركه الأبصار، وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. يعني ما تقول كيف الصفات، لا، تؤمن بها وتثبتها من غير كيفية.
وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين، ويكون معناه العالم بما ظهر من الأمور والمطلع على ما بطن من الغيوب. وقال الحليمي في المنهاج قال والباطن هو الذي لا يحس وإنما يدرك بآثاره وأفعاله، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. الآن أيها الكرام الفضلاء وفق الله وإياكم لكل خير، نأتي هنا في مسألة من المسائل المهمة في مسألة الأسماء والصفات. فلما نتكلم عن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الحسنى جل وعلا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير لا إله إلا الله، يعني من يقول لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله فهذا تفسير باطل لا تدل عليه اللغة ولا الشريعة، وهو قول الملاحدة من وحدة الوجود، لأنه معناه أن كل موجود فهو الله تعالى، عن ذلك علوا كبيرا. انتبهوا إخوان، لا إله إلا الله ليس معناه لا موجود إلا الله، لا، معناه لا معبود بحق إلا الله، وهذا من كلام الملاحدة الضلال أصحاب وحدة الوجود، انتهى كلامهم من مجموع الفتاوى. قال الشوكاني رحمه الله في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، قال هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء الباقي بعد فناء خلقه، والظاهر العالي الغالب على كل شيء، أو الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة. يعني ما في حد يقول لك أين، يقول لك أننا يعني ما استدلت على وجود الله، هذا دجال وله في كل شيء آية تدل على أنه. يكفي كورونا هذه يا أخواني أكبر دليل على وجود الله تبارك وتعالى، وأكبر دليل على أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأكبر دليل على إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. هذه هي التي حيرت العالم إلى يوم الناس هذا. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم وعن كل مسلم الوباء والشر والضر وعن جميع بلاد المسلمين. لذلك النبي كان من دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغنى من الفقر. هذا الدعاء إلزموه يا أحبابي، الله يرضى عليكم، هذا الدعاء إلزموه، فإنه علاج وترياق للفقر، وعلاج وترياق للديون إن شاء الله عز وجل، وعلاج وترياق لكل من يجد مشاكل في عمله. يعني يقول لك المرأة في البيت تقول أنا تعبان ماني قادر أقضي عملي، والإنسان يصحى الصبح يقول لك ماني قادر أقوم بأعمالي، هذا الدعاء عليكم به. وسنذكر قصة النبي مع ستنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قريبا إن شاء الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في تأويل الملاحدة الوجودية والاتحادية لهذه الآية الأول والأخوة الظهر الباطن، قال وأمثالهم على مذهبهم الباطن، قال إلى أمثال ذلك من هذا الكلام الذي يسميه أصحاب مذهب وحدة الوجود ويقولون إن الوجود واحد، كما قاله ابن عربي صاحب الفتوحات وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني، وأمثالهم عليه من الله ما يستحقون، فإنهم لا يجعلون للخالق وجودا مباينا لوجود المخلوق وهو جامع كل شر في العالم. هذا التعريف يا أخوان، وهذا مبدأ الضلال. ولذلك من هنا خرج الحلاج فقال ما في الجبة إلا الله، وقال إن الذين عبدوا العجل لم يكفروا إنما عبدوا ربهم، لأن يرى بوحدة الوجود والاتحاد أن الله قد حل في العجل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو أيضا يدخل فيه المتصوفة مثل هالكلام والفلاسفة والقرامطة والباطنية إلى غير ذلك، انتهى من جامع الرسائل. ولذلك أيها الفضلاء المباركون، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهذه الآية آية عظيمة للرد على من يتكلمون على وحدة الوجود. أيها الكرام الفضلاء، احفظوا هذه الآية، هذه فيها رد على من يتكلم بوحدة الوجود كما بينا فيما سلف وفيما مضى.
الآن نأتي أيها الفضلاء الكرام لقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، بضعته المباركة رضي الله عنها وأرضاها. إيش اللي حصل مع ستنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ تعبت من الخدمة في البيت، فقالت يا رسول الله، جاءت البيت للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه ابن حبان عن أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني، وأيضا رواه أهل السنن عن أبي هريرة. جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أريد خادما، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما عندي خادم، لكن ثم زارها في البيت قال لها إيش رأيك، أعطيك ما هو أفضل من خادم ولا أعطيك خادم؟ الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير منه؟ فقال لها علي قولي لا، بل أريد ما هو خير منه. سبحان الله، شوف أدب يا أخي، شوف أدب النبوة كيف، وشوف أدب بنت النبي كيف، وزوج بنت النبي كيف. قال لها لا، قولي له عايزين اللي هو خير منه. فقال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. يا سلام يا سلام يا سلام. وقد جاء من رواية أبي هريرة عند ابن حبان فيه زيادة، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذا حديث صحيح أيها الكرام الفضلاء، وهو من أدعية النوم. قال ابن القيم رحمه الله ولقد جربناه فوجدنا له أثر عظيم لمن قاله عند النوم أن يعينه الله على أعماله بالنهار. ونقول هذا من المجربات الشرعية، المجربات نوعان، مجربات بدعية ومجربات شرعية. هذا من المجربات الشرعية، لماذا؟ لأن النبي هو الذي دل فاطمة أن تقوله عند النوم، دل فاطمة أن تقوله عند ماذا؟ أن تقوله عند نومها، فإنه يعينها على أعمالها. وهذا فيه بيان فضل الدعاء وأهميته في رفع وتفريج الكربات، وفيه آداب الدعاء بالبدء بالتوسل بالأسماء والصفات ثم طلب الحاجات. هذا والله أعلم. فالزم هذا الدعاء عند النوم وفي كل وقت أيها الكرام الفضلاء، كما دلت عليه ألفاظ الأحاديث في هذا الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ، مبارك عليه، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. أبو إبراهيم. نعم جاهز. جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية، قال رحمه الله: باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم.
عن المغيرة بن شعبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وعن أبي هريرة قال: أبو إبراهيم نعم. معلي سامحني، أنا غلطت وأرسلت لكم في عبادة الرسول، هي في صلاة الضحى، وهذا قريناه الأسبوع اللي فات. المعذرة. قال رحمه الله: باب صلاة الضحى. عن يزيد الرشق قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا يجيء من مغيبه. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وعن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج حتى تصلي الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس. قال: فلا ترتج. نرجع من هنا. فلا ترتج. قال: فلا ترتج. ترتج يعني تغلق. أيوه. قال فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. تفتح بالتخفيف. صلى الله عليكم. تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وعن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. باب أواصل شيخنا؟ أكمل. أحسن الله عليك. باب صلاة التطوع في البيت. وعن حرام
ابن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. حسبك. باب حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه قراءة في الشمائل المحمدية للإمام صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله، وهو هنا ترجم في ترجمة باب صلاة الضحى وباب صلاة التطوع. ونقول أيها الكرام الفضلاء بالنسبة لما ذكر هنا في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء، في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل بأبيه وأمي عن الأربع الركعات التي كان يدمن عليها، يعني يحافظ عليها، أدمن على الشيء يعني حافظ عليه. وهذه الكلمة إن كانت الآن هي كلمة الناس تقولها وتخشاها على اعتبار أنها تلصق بالأفعال المخالفة كإدمان المخدرات وغيرها، بل هي كلمة تقال في الطاعات، كلمة تقال في الطاعات. النبي كان يدمن على 4 ركعات عند زوال الشمس، وهي السنة القبلية للظهر، وهي السنة القبلية للظهر، هي 4 ركعات يسلم بعد كل ركعتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا في فضلها قال صلى الله عليه وسلم أنها هذه الساعة، يعني عند السنة القبلية للظهر، تفتح فيها أبواب السماء عند زوال الشمس، فلا ترتج فلا تغلق يعني حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. وهذا من فوائده أيها الكرام الفضلاء، وهذه تضيع على كثير منا، وهي السنة القبلية للظهر، فعلينا أن نبكر إلى صلاة الظهر بالذات في هذه الأوقات وهي 10 دقائق الآن مع هذه الجائحة، فإن كثير من الناس إذا توضأ في البيت بعد الأذان وذهب تضيع عليه هذه الفضيلة، وهذه الفضيلة وقتها محدد من بعد أذان الظهر إلى إقامة الصلاة، هذا الوقت بعد ذلك خلاص ندخل في صلاة الظهر فترتج أبواب، فهذا الوقت وقت أبواب السماء فيه مفتوحة والدعاء فيه إن شاء الله عز وجل مستجاب والأعمال فيها مرفوعة، وهذا يذهل عنها كثير منا أيها الكرام الفضلاء، يذهل عنا كثير منا أيها الكرام الفضلاء، فعلينا أن نحافظ على السنة القبلية للظهر قبل وقت قبل أن تقام الصلاة، ومن لم يدركها فقد ضاع منه هذا الفضل اللي هو أن الأبواب مفتوحة، ولكن عليه أن يقضيها بعد انتهاء صلاة الظهر 4 مع 4 الأخرى التي قال فيها النبي: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. ثم سأل ذلك الصحابي: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. وهذا أخذ منه بعض أهل العلم أنه جواز أن تصلى هذه 4 بتسليمة واحدة، جواز أن تصلى 4 بتسليمة واحدة، وهذا فيه فائدة أيها الفضلاء الكرام، أن هناك في سنن النهار يجوز أن تجمع 4 بتسليمة واحدة وتشهد واحد، يعني ما يجلس للتشهد كصفة الظهر، لا، يسرد 4 ويقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يجلس في 4. أما في الليل فصلاتها مثنى مثنى، ولكن في النهار مثنى مثنى، ويجوز أن تجمع 4 في تسليمة واحدة. وهنا أذكر لكم من نافلة القول ومن المناسبة 5 أوقات تفتح فيها أبواب السماء. الوقت الأول قد ذكرناه وهو قبل صلاة الظهر والسنة القبلية، والوقت الثاني عند الأذان، قال صلى الله عليه وسلم: راح الصوت يا شيخ. إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب
شيخ أنا راح الصوت من أي وقت نعيد أذان الصلاة عند الأذان يعني. عليكم السلام من أي وقت ها؟ من عند الأذان يا شيخ. لا من عند من عندي الوقت الثاني. هي الوقت أيوة الثاني هو وقت الأذان. يعني من عندي قول من عندي قول الوقت الثاني الذي تفتح فيه الأبواب. نعم يا شيخ. شيخنا من فين مولانا من فين من فين؟ يعني الوقت الثاني عند وقت الأذان. عند وقت الأذان أربع أوقات. الوقت الأول اللي هو قلت الأربع اللي قبل الظهر. الوقت الثاني اللي هو عند الأذان. راح الصوت خمسة. أي ممتاز ممتاز. طيب وقلنا هناك خمسة أوقات دل عليها الأثر والحديث تفتح فيها أبواب السماء. الوقت الأول ذكرناه فيما مضى وهو السنة القبلية قبل الظهر. الوقت الثاني عند كل أذان. قال عليه الصلاة والسلام إذا نودى بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. رواه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع في الترغيب وفي صحيح الجامع. الوقت الثالث عند المرابطة بين الصلاتين. يعني من جلس من الظهر إلى العصر أو من العصر إلى المغرب أو من المغرب إلى العشاء. قال صلى الله عليه وسلم أنه قد خرج عليهم ووجدهم في المسجد. قال ما بكم؟ قالوا صلينا وننتظر الصلاة. قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عباد قد قضوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى. وأيضا في الصحيح الترغيب والترهيب. الوقت الرابع عند منتصف الليل. قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى له وإلى آخر الحديث. والوقت الخامس عند استفتاح الصلاة. فإذا قال عند الاستفتاح في الصلاة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا قال صلى الله عليه وسلم عجبت لا فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فهذه يا أحبابي يا إخواني خمسة أوقات تفتح في أبواب السماء. أعيدها مرة ثانية. في السنة القبلية للظهر عند الأذان، عند المرابطة بين الصلاتين، عند منتصف الليل، وعند استفتاح الصلاة بالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فمن لم يستطيع في منتصف الليل أن يصلي الليل فلا أقل من أن يدعو. إذا شق عليك قيام الليل فلا أقل أخي الحبيب المبارك من أن تدعو في هذه الساعة. ومنتصف الليل يحسب من وقت غروب الشمس إلى وقت الفجر ثم يقسم على اثنين. فلو قلنا الآن وقت المغرب الآن الساعة السابعة إلا ربعا تقريبا ووقت الآن الفجر الخامسة، فمن السابعة إلى الخامسة يعني قرابة عشر ساعات، شطرها خمسة، يعني حيكون منتصف الليل على الساعة 12 بالضبط. فلا تترك هذا الوقت إن لم تتمكن فيه من الصلاة فلا أقل من أن تدعو فيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله خير وبارك الله فيكم. أبو أنس. إيه حاضر يا شيخ. تفضل. الله يسلمك. آمين. تفضل نسمعك بوضوح. طيب طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى. قال فصل. قال أبو عمر ومن أدب العالم ترك الدعوة لما لا يحسنه وترك الفخر بما يحسنه إلا أن يضطر إلى ذلك كما اضطر يوسف عليه السلام
حين قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذاك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه، ورأى هو أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله عز وجل من قام به من حقوقه، فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ تحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث صدقات النبي صلى الله عليه وسلم حين تنازع فيها العباس وعلي رضي الله عنهما: والله لقد كنت فيها بارا تابعا للحق صادقا، ولم يكن ذلك من تزكيته لنفسه رضي الله عنه. وأفصح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به، وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا وقالوا فيه نظما ونثرا. فمن ذلك قول أبي العباس الناشي: من تحلى بغير ما هو فيه عاب ما في يديه ما يدعيه، وإذا حاول الدعاوى لما فيه أضافوا إليه ما ليس فيه. ويحسب الذي ادعى ما عداه أنه عالم بما يعتريه، ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان ذائبا يخفيه. وأحسن من قول الناشي قول الآخر في هذا المعنى: من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان، وجرى في العلوم جري سكيت خلفته الجياد يوم الرهان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا فصل أيها الكرام الفضلاء، ولا زال المصنف رحمه الله في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله، لا زال يتكلم عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم والمتعلم، وها هنا الآن يتكلم عن الآداب ذهب الصوت يا شيخنا وها هو الآن يتكلم عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم، وهذا أدب مهم جدا أيها الكرام الفضلاء يغفل عنه كثير من ملتمس العلم وطلابه، وهو ترك الدعوة لما لا يحسنه وترك الفخر بما يحسنه. إلا شيخنا ذهب الصوت، شيخنا العزيز ذهب الصوت. الصورة تقدر بقدرها يا شيخنا، ذهب الصوت الله يسعدك. أدو شيخنا، شيخنا المبارك. ألو شيخنا، ذهب صوتك يا شيخنا. من أين قطع الصوت؟ من أول الدرس. أيوة ذهب. عند ترك الدعوة لما لا يحسنه وترك الفخر لما يحسنه. نعم.
المستعينين بالله أيها الكرام الفضلاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه قراءة في كتاب جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة. ولا زال يتكلم رحمه الله ولما قال فصل أي عود على بدء وعطف على ما مضى. ولا زال يتكلم عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم والمتعلم، وينبغي لكل ملتمس علم وطلابه أن يتحلى بهذه العلوم وأن يتحلى بهذه الآداب. وهذا أدب مهم ينبغي لكل عالم أن يتحلى به، ومن باب أولى لكل طالب علم، وهو ترك الدعوة لما لا يحسنه وترك الفخر بما يحسنه إلا أن يضطر إلى ذلك، عملا بالقاعدة التي تقول الضرورة تبيح المحظورة والضرورة تقدر بقدرها. ويحسن هنا أن أذكر لكم قصة أيها الكرام الفضلاء، وهذا من مقاصد العلماء المحمودة، ما ذكر عن الحافظ ابن رجب حين قال كنا مرة في مجلس شيخنا بعد صلاة الصبح وذكر مسألة من المسائل الفقهية من غرائب المسائل وفصل فيها القول وذكر أقوال العلماء والفقهاء والتخريج، مما تعجبنا منه من حافظته وحسن استخراجه. ثم دعينا ذلك اليوم مع شيخنا في مجلس فيه عدد من القضاة ومن أكابر العلماء، قال فذكرت المسألة فلم يحسن الكلام عليها، وكان شيخنا ساكتا ووددنا لو أنه تكلم حتى يظهر وحتى يظهر فضله. ثم لما انصرفنا ذكرنا له سكوته فقال هذا مجلس يراد للدنيا ومجلسي معكم يراد للآخرة. الله أكبر. يقول هالمجلس هذا إنما كان للدنيا، هذول كل واحد يتفاخر بما عنده من العلم، أما مجلسي معكم يراد للآخرة. وهذا وهذا الأمر أيها الكرام الفضلاء من أهم الأمور الذي ينبغي فيها. لذلك يقول ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله عز وجل، إذا تذكروا عظمة الله عز وجل طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار براء إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم، يعني لا يراؤون ربهم بأعمالهم، حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. لمثل هذا أيها الكرام الفضلاء فليعمل العاملون. فيا طالب العلم عليك بالتواضع وعليك بترك أن تجيب في كل مسألة وإن كنت لا تحسنها، وعليك بترك أن تكون في كل مرة متبجحا بذكر رحلتك وذكر شيوخك وأنا فعلت وأنا تركت إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أريد أن أوضح هنا مسألة في قول الناشي من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان، يعني يلبس ثوبا ليس من أهلي وتشتبع بما لم يعطى يفضح عند الاختبار والامتحان. وجرى في العلوم جري السكيت، السكيت هو آخر خيل الحلبة، هذا يسموه السكيت أيها الكرام الفضلاء، هو اللي هو الخيل اللي في آخر الصف، هذا يسموه السكيت. وجرى في العلوم جري سكيت خلفته الجياد يوم الرهان، يعني آخر الخيول من ضعفه ومن هزاله. نسأل الله عز وجل يجعلهم الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وكما قيل ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان ذائبا يخفيه، إن أراد الله عز وجل أن يظهرك أظهرك، ومن وحب الظهور قاصم الظهور. وقال الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي يا عبد الرحمن أخمل ذكرك، رحم الله عابدا أخمل الله ذكره. اللهم ارفع ذكرنا عندك في الخافقين يا رب العالمين، وفي السماوات اكتبنا في الأبرار البراء ونجينا من الشقاق والنفاق والرياء. وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب، جزاكم الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، إن الظن أكن بالحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، نمه وعرضه وعرضه وماله وعرضه وماله. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد غبار غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والإيمان الإيمان والحسن. عن نمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. عن ابن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. وهذا باب جديد أيها الكرام الفضلاء في كتاب الأدب وغيره، وهو الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر. والحسد الحاء والسين والدال المهملات، هو معنى لغوي صحيح لمعنى زوال النعمة، لمعنى وهو زوال النعمة أيها الكرام الفضلاء. ولذلك نسأل الله عز وجل أن ينجينا من هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه: اللهم إني أعوذ بك من الغل والحسد. ولذلك ينبغي للمسلم دوما أيها الفضلاء الكرام أن ينجو بنفسه من هذا، أن ينجو بنفسه من هذا. ولذلك قالوا في مثل هذه المعاني وفي مثل هذه الأشياء، قالوا: والحسد مصدره من حسده يحسده ويحسده، بكسر وضم السين المهملة، حسدا وحسودا وحسادة وحسده. أعيد: الحسد مصدره حسده يحسده ويحسده، حسدا وحسودا بضم الحاء المهملة، وحسادة وحسده، وهي تمني أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبهما، وحسده الشيء وعليه، نسأل الله عليه وسلم، يعني يتمنى زوال النعمة أو أن يسلب النعمة حتى ولو لم تأتي إليه. قال الجرجاني رحمه الله في التعريفات: الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. قال الكفوي في الكليات: الحسد اختلاف القلب على الناس بكثرة الأموال والأملاك. هذا اللي حاصل، واحد غني شاف واحد أغنى منه حسده، واحد فقير شاف واحد غني حسده، فهذا اختلاف القلوب على بعضها لكثرة الأموال والأملاك. وقال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: الحسد إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه لأجل غيرة على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته الحاسد، نسأل الله السلامة والعافية.
ولا شك أن الشريعة أتت بذم الحسد والنهي عنه. الشريعة أتت تذم الحاسد والحسد وتنهى المسلم أن يتمثل بهذه الصفات الذميمة. فانظر أخي الحبيب الغالي لما جاء في ذم الحسد والنهي عنه في القرآن، يعني الآيات التي نزلت في ذم الحسد والنهي عنه في القرآن تجدها: قل أعوذ برب الفلق، سورة كاملة، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل كما في الكشف والبيان للثعلبي: إن الله جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. كل الآية دي كلها شرور والعياذ بالله، وأخصها ختمت بالحسد لأنه أخص الطبائع، وأهل الكتاب من النصارى واليهود متخصصون في ذلك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يقول الشيخ ابن عثيمين: والآية تدل على تحريم الحسد لأنه مشابهة للكفار بأخلاقهم المحرمة الذميمة، والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة، فهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير فهو مضاد لله في حكمه، كما جاء في تفسيره لسورة الفاتحة والبقرة. وقال الثعالبي رحمه الله في هذه الآية 104 في قول ربنا تبارك وتعالى: وقولوا راعنا وانظرنا، قال الآية هذه تابعة في المعنى لما تقدم من نهي الله عز وجل عن متابعة أقوال اليهود في راعنا، الآية اللي هي ود كثير من أهل الكتاب، لأن هي ترتيبها 109، قال هي تابعة نفس الآية اللي 104، لأن هؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يودون أن ينزل الله على المؤمنين خيرا، مهما كذبوا فإن القرآن قد فضحهم، فإن القرآن قد فضحهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا والحسد الذي ذمه الله تعالى كما قال القرطبي في تفسيره. وكل هذا يدل على ما فيه من أهل الكتاب من الحسد لأهل الإسلام. أما الحسد وذمه في السنة النبوية فكما اختار المصنف هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ما هو تجسس؟ هو استراق السمع، عسس هو استراق السمع، وما الفرق بينهما؟ ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله. فهنا بقى عندنا التحسس، وربنا قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وأصبح كمان عندنا هنا شيء اسمه إيش؟ التجسس. فما هو الفرق بينهما؟ ما الفرق بين التحسس والتجسس؟ قالوا أيها الكرام الفضلاء في الفرق بين التجسس والتحسس كما نقل أهل العلم، والآن نذكر من أقوالهم رحمة الله على الجميع. قال: التحسس بالحاء المهملة طلب الشيء بالحاسة، والتجسس بالجيم المعجمة مثله، فقيل معناهما واحد وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين. وقالوا: التجسس البحث عن عورات النساء، والتحسس الاستماع لحديث القوم. ولذلك قال ابن عباس: التحسس في الخير والتجسس في الشر، لأن هنا ربنا قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، هنا رحيم، فحيكون هنا التحسس طلب الخبر خفية لكن في الخير. ولما قال ولا تجسسوا يعني لا تبحثوا عن معايب الناس وأسرارهم والاطلاع عليهم، انتهى من كتاب الفروق اللغوية لأبي الهلال العسكري. وقال بعضهم: التحسس بالحاء أن تستمع الأخبار بنفسك، والتجسس أن تتفحص عنها بغيرك. ولذلك يقول فلان جاسوس لفلان،
وضحت الآن. التحسس قالوا أنك أنت تجيب الخبر بنفسك، أما التجسس غيرك يجيب لك، غيرك يجيب لك. وقال الترمذي الحكيم في تنبيه الغافلين لابن النحاس: التحسس طلب أخباره والفتش عنه شفقة ونصحا واحتياطا، أخذوها من قول ربنا عز وجل: يا بني آدم فتحسسوا من يوسف وأخيه. فتطيب النفس لطيب أخباره وحسن حاله، أما التجسس هو التفتيش عن عورات الناس وعن أمورهم المكروهة، تستخرجها لتكشف عوراتهم وتهتك أستارهم وتفرح نفسك بمعائبهم. وقال العين في عمدة القارئ: التحسس أن تسمع ما يقول أخوك فيك، والتجسس أن ترسل من يسأل لك عما يقال لك في أخيك من السوء. هذا هو الفرق بينهما. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحسس والتجسس، هنا بمعنى واحد يا أخواني، الاثنين بمعنى واحد، معنى لا تحسس ولا تجسس. هنا هذا الذي خرج في أهل العلم أن معناهما هنا واحد، وهو طلب عورات المسلمين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يرتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يرتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، فكلما دخل الحسد خرج الإيمان ونقص الإيمان، وكلما ملئ القلب بالإيمان قل عند المسلم الحسد فأحب الخير للغير. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسد. الأولى في هذه الدنيا تحدث منها إلى الحسد، والحسد هو الذي أدى بإبليس إلى الكفر، لأن حسد آدم على النبوة، والحسد هو الذي أدى بالسامري بما فعل مع موسى، وهكذا. فالحسد لا يأتي بخير، فنقوا قلوبكم منها، وعلينا أن نحب الخير للغير. والنبي وضح أن هذا الأمر موجود في الأمم السابقة: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. فقال: البغضاء هي الحالقة، لا تحلق بالشعر ولكن تحلق الدين، أن يكون المسلم يبغض أخاه المسلم. ثم تكلم النبي عن المخموم، يا سلام، الكلمة دي جميلة. ولذلك في بعض البلدان كما في السودان يقول: خم البيت، خم البيت يعني نظف البيت. فالمخموم القلب هو الذي نظف قلبه من قاذورات الحسد، مخموم القلب هو الذي نظف قلبه من قاذورات الحسد. فقالوا: صدوق اللسان عرفناه، من مخموم القلب؟ أعطاه 6 صفات: تقي، نقي، لا إثم فيه، ولا بغي، ولا غل، ولا حسد. فهذه الصفات 6 أسأل الله يجعلنا في قلوبنا وقلوبكم يا إخواني، من كانت فيه فإن قلبه قد خم ونظف من قاذوراته. صفات جمعت الدنيا والدين: التقي، التقوى أمر ديني ينعكس دنيويا، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ورضا بالقليل والاستعداد بيوم الرحيل، ونقي من كل ما فيه من أدران المعاصي والشرك، لا إثم فيه، وهذا أمر ديني، ولا بغي، لا يبغي على الآخرين، ولا غل يحمل في قلبي للناس، ولا حسد متوني زوال النعمة. فهذه 6 هي السلم المجتمعي، وهي سعادة الدنيا والدين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن استغفرك وأتوب إليك. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ما لاح قمر ولا قعود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير يا شيخ، كتب الله أجركم. الله عليك يا شيخ، بارك الله فيك.